وعمره 15 17 سنة كده، كان عدي عليا في الورشة أنا وهو، يقول لي يا عم اديني 100 جنيه. أقول له ليه رفاعي؟ يقول لي مش عارف، فرح واحد صاحبي فين ولازم أروح، أروح أجامل. رايح فين يا رفاعي؟ هما واحد صاحبي في مستشفى مش عارف ايه. جاي منين يا رفاعي؟ مرات واحد صاحبي ولدته. مرة سألته أنا حاسس يا رفاعي إنك بتجمع الناس كلها حواليك زي ما تكون هتحتاجهم كلهم مرة واحدة جنبك. ضحك وقال لي الجامد يا عمي جامد للناس مش بالفلوس، الناس أقوى من الفلوس يا عمي.